يقول صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي أن أعفو عن من ظلمني، يا سلام، وأن أعطي من حرمني، وأن أصل من قطعني. وقال: ثلاث أقسم عليهن، ما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا في الدنيا والآخرة. ولذا اجعل هذا الخلق خلقك في تعاملك مع الناس. امشي مشي بس، طنش كما يقولون، اسمح ولن تندم. يقول الشافعي: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. تدري إن هم العداوة للرجال أنها تقضي على العمر والعقل؟ اللي عاد الرجاجيل تراه يشيب قبل وقته، عمره 40 لكن تشوفه عمره 80. ليه؟ لأنه صراع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من غلبة الدين ويش وقهر الرجال. إذا عاديت هذا وسويت معه جبهة وذاك جبهة وذا جبهة، قعدت تحارب على كل جبهة حتى ما يجيك النوم، ويشيب راسك وتنعدم نفسيتك وانت كل يوم في صراع. لكن اعفو يعفو الله عنك، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ايش يصير؟ كأنه ولي حميم. لكن من يلقاها هذه؟ كل واحد؟ لا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا